السلام عليكم طلاب الصف السادس الاعدادي وجميع المراحل. هذا الفيديو اليوم لجميع المراحل مو بس لطلاب الصف السادس الاعدادي. شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح نحل معضله الافعال الشاذه. اول خطوه عندي هو شلون تحفظ الافعال الشاذه. الافعال الشاذه تحفظها بالتكرار. ارجع واقول بالتكرار، يعني تحفظ لي هذا الفيديو يمك وكل يوم الصبح عريق تشوفه، كل يوم الصبح عريق تشوف هذا الفيديو لمدة شهر، يعني 30 يوم انت كل يوم تشوف هذا الفيديو، ومن تسمعني اقرأ الكلمة تردد وياي الى انه ينطبع بدماغك وتحفظهن، تصير حالك حال الاستاذ، تعرف جميع الافعال الشاذة. فهاي الافعال الشاذة قسمت لك اياها الى مجموعات. المجموعة الاولى هي مجموعات تحمل نفس التصريف. تشوف بانه هذول يشابهون نوعا ما. اولا قصير الفعل يتكون من ثلاث أحرف أو أربع أحرف، هنا عندنا بس كلمة spread تتكون من ست أحرف، البقية أربع أحرف أو ثلاث أحرف بالزايد، يعني ثلاثة أربعة خمسة، يعني هيجي. اللي يميزهم أنه نهايته يا أما تي يا أما دي، تي أو دي. هسا على الأغلب دول ليش تشوفون نهايتهم كلهم تي؟ يعني مثلا بيت 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 نفس التصريف. مثلا shot 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 يغلق، burst burst burst، let let let، set set set، hurt hurt hurt، hit hit hit، coast coast coast، put put put، cut cut cut. اللي يميزهم ان بدايتهم حرف صحيح ونهايتهم تي، هذول كلهم ما عدا read يصير red red نفس الكتاب بس اللفظ يختلف، و spread spread spread. هاي المجموعة جدا بسيطة، احفظ لي اياهم هيجي. تبدي بحرف صحيح اللي هو سي بي سي ايضا اتش اس ال ونهايتها تي، على الاغلب تكون قصيرة ونهايتها تي او دي. فهاي المجموعة نوعا ما بسيطة. cut, put, coast, hit, hurt, set, let, first, shot, read, spread, and bet. نجي إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هي المجموعة اللي يتغير بها الحرف العلة، يتغير حرف العلة بالتصريف الثاني فقط وبالتصريف الثالث ترجع مثل ما هي. عندك مثلا become راح يصير became بالماضي وراح ترجع شنو؟ become. احفظ لي اياهن والتعاريف انه والمعانيهن حتى بعد انت حافظ حافظهن تعرف تصريف الفعل وبنفس الوقت تعرف المعنى مالته. come came تغير الى a ويرجع شنو come. run هذا اليو تغير الى اي بعدين رجع شنو رجع run. فهذين التصاريف ان become اذا شلت منها البي راح تبقى شنو come. معناها الكم شو تصير came come come came come. البي هاي ما عليك بيها، هذا الاثنين حفظتهم هسه. الران هاي اليو تصير اي بعدين ترجع يو. ران ران ران. زين اجي هنا الى المجموعه الثالثه اللي هي النوع الثالث اللي يتغير بس بالتصريف الثاني وبالتصريف، يعني يحمل نفس التصريف الثاني والتصريف الثالث. عندك هنا هاي المجموعه بها هواي، مثلا bring brought brought، buy bought bought، think thought thought، catch caught caught، teach taught taught، fight fought fought، find fought sorry fight fought fought، find found found، find found found. اكو ايضا بعد بها هاي المجموعه، هاي تتميز بانه الكلمه جاي تتغير جذريا. تشوفون شباب، يعني هنا مثلا عندنا الاي صارت او يو بكلمه فاوند، الفايت هاي الاي صارت او يو، تلاحظون الشيء تغير بها بس الاو يو، والجي اتش تي تبقى نفسها. التيتش تتغير بشكل كامل، تحتفظ بس بالتي تقريبا، يعني بس التي بقت فصارت تات تي اي يو جي اتش تي. الكاتش نفس الحاله بس السي اي بقت صارت يو جي اتش تي. think تقريبا بس ال th بقت صارت thought. تلاحظون بانه هن مجموعتين، مجموعه تصير o u g h t، يعني هنا عندنا هاي المجموعه الاولى تصير o u g h t، تلاحظون o u g h t.
هنا لا، اي اي يو جي اتش تي، اي يو جي اتش تي. هنا او يو جي اتش تي يعني فايت سير فوت تيتش تات ثينك ثوت. فمره تصير او يو جي اتش تي، ومره تصير اي يو جي اتش تي. هنا الفايند صارت شنو؟ صارت فاوند، والفايت الاي مالتها صارت او يو. فذن تحفظهن كل زين، تراجعهن كل يوم لمده شهر الى انه يصيرون تقريبا عندك مثل الزلاطه. هاي تنحفظ بالتكرار، يعني ماكو تقريبا غير طريقه تخليك تحفظهم الا التكرار والاختبار. التكرار والاختبار. استاذ شلون يعني اختبار؟ يعني انت تحفظهم وبنفس الوقت ترجع تذاكرهم، تحفظهم وتختبر نفسك بهم، تحفظهم وتختبر نفسك بهم الى انه يصيرون عندك في شيء اعتيادي. زين، اجي هنا الى عندي هاي بعدنا بالمجموعه الثانيه، عندنا feel. شوفوا ال L صارت هاي اللي اي بيها دبل اي راح تصير اي ال تي، يعني feel شو تغيرت؟ ال تي، يعني شلنا منها اي ثانيه وخلينا ال تي. felt keep نفس الحاله، شلنا منها اي وخلينا هنا تي فصارت kept. send ايش غيرنا؟ غيرنا الدي الى تي فصارت sent. lend صارت lend. spend spent. تلاحظون كل دي شو يصير؟ يصير تي. build built. mean meant. هنا عندي دبل اي صار بقت منها اي وحده، هاي المجموعه ايضا مجموعه اخرى انه دبل اي تبقى منها اي وحده. مثلا feed fed. meet met. lead led. هنا اي اي بقت منها شنو؟ بقت منها بس اي. هنا pay paid. say said. light شوفوا light still let. tell صارت told. sell صارت sold. sleep باعولي صارت slept. السليب حالة حالة دول الدبل اي، يعني feel felt keep kept. هنا عندك sleep slept، شوفوا دبل اي صارت تي. زين، هنا عندي جماعة الدي اللي صار تي. send sent. lend lent. spend spent. تتغير بس دي. build built. mean بس ضفنا على اتصالات meant. هنا عندك ابو الاي دبل اي تصير اي وحده، مثلا feed fed. meet met. lead led. pay هنا عندك شنو؟ نهايتها واي وتصير دي، فعندك مثلا pay يصير paid. شوفوا الواي قلبت الى اي وضفنا شنو؟ ضفنا دي، هي مو قاعده طبعا. say said. هنا اللايت خلينا بقينا منها شنو؟ شنو جي اتش فقط شنو؟ ليت. تيل صارت تولد. سيل ام ال دبل ال صارت شنو؟ ال دي ال. هنا عندك ايضا باي بايد، طبعا هنا الباي مكرر عندكم، هنا باي وهنا عندنا باي، هي نفسها باي معناها يدفع مكرر. هاي stand صارت stood. understand شوفوا ايضا كلمة stand اللي تغيرت، تلاحظون stand stood. understand understood من اللي تغير؟ اللي تغير الستاند. هذه تقريبا كلمتين كلمة واحدة هنا، بس طبعا تختلف. هي stand معناها يقف، stood و understand معناها يفهم، بس اللي يتغير شنو؟ اللي يتغير هو الستاند. يعني ال when صارت one، ال have وال had يصيرون had، ال get ال e صارت o فصارت get got، lose lost، make made، hold held، leave left، hear بس دي hurt، sit sat، hang hung. زين، هنا بعد عندنا المجموعة اللي بعدها، طبعا هنا بعد عندنا كم فعل هاي المجموعة اللي هم shine صارت shown، dig صارت dug معناها يحفر. زين، المجموعة الثالثة هاي المجموعة تتغير بالكامل، يعني شكل الكلمة يتغير بالكامل. مثل ايش؟ عندي go went gone، do did done، write wrote written، drive drove driven. تلاحظون شو شادة تكتب؟ هاي تقريبا نفس الشيء. wrote I تغير إلى O ورجعنا كتبناها نفسها
ضاعفنا تي وضفنا ان، فصارت written بالتصريف بتاع هنا wrote، هنا written. تضاعف التي وتضيف شنو هنا ان. drive نفس الحالة، الاي قلبناها الى او صارت drove. الدرايف رجعناها نفسها وش ضفنا؟ ضفنا ان. هنا write ايضا متكررة عندكم، ف write wrote written يعني هاي متكررة، ما عليكم بيها. write يعني معيودة مرتين، it's not important. give نفس الحالة، من سوينا تصريف ثالث رجعناها نفسها وضفنا ان. شلون drive driven، رجعناها نفسها وضفنا ان. give غيرنا الاي الى اي، وبالتصريف الثالث ايش سوينا؟ رجعناها نفسها وضفنا ان. steal stole راح نبقيها نفسها، يعني هاي حولنا الاي اي الى او، ضفنا هنا اي فصارت stole. بالتصريف الثالث هذا نفسه ضفنا الان فصارت stolen. speak spoke، وبالتصريف الثالث ايش ضفنا؟ بقيناها نفسها وضفنا ان فصارت spoken. break نفس الحاله، هاي الاي اي ايش نغيرها؟ نغيرها او. break speak steal، وبالتصريف الثالث بقي التصريف الثالث نفسه، وش نضيف؟ نضيف ان، فصارت speak spoke spoken. break broke broken. wake woke نفس الحاله، صار woken. forget forgot forgotten، ضعفنا التي وضفنا اي ان. forgive هنا الاي صارت اي، forgave رجعناها نفسها بالتصريف الثالث وضفنا اي فصارت forgiven. wear wore بقيناها بالتصريف الثاني نفسها وضفنا ان صارت worn. tear tore بقيناها نفسها وضفنا شنو؟ ان torn. هنا ايضا عندك drink drank drunk، هنا هذا الاي تغير صار اي، وبالتصريف الثالث ايش صار؟ صار يو. نفس الحالة ويا sink sank sunk، ونفس الحالة ويا sing sang sung. ring rang rung. swim swam swum. see saw seen. no 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 رجعناها نفسها وضفنا الثالث. throw through اللي يتغير، رجعناها نفسها وضفنا شنو؟ ضفنا ان صارت thrown. fly flew flown، هاي تقريبا كلها تتغير بس الاف ال تبقى نفسها. flew flown. show showed وهنا shown، رجعناها نفسها وضفنا شنو؟ ضفنا ان. hide hid hidden. choose بقينا او وحده صارت chose، وهنا بقيناها نفس وضفنا ان فصارت chosen. begin الاي صارت اي صارت begun، هنا الاي صارت يو صارت begun. fell fall عفوا الاي صارت اي فصارت fell، هنا صارت fallen رجعناها نفس وضفنا اي ان. draw صارت drew drown. eat ate رجعناها نفسها وضفنا ايا صارت eaten. مهمات جدا شباب، يعني هذني تقريبا اذا كل يوم عدتن وحفظتن وسيطرت عليهن معناها انت بعد ما عندك اي مشكله بالنسبه الى القواعد. ذني اساس القواعد عندنا grow، هاي الاو راح تصير اي grew، وهي راح تصير grown رجعنا نفس وضفنا ان. هنا lie lay lane. take took taken. حاول تعيد هذا الفيديو كل يوم لمدة شهر تقريبا، وشوف الفرق عندك، شو راح يصير عندك هاي الأفعال، فشي جدا بسيط. وشكرا للمشاهدة، شوفوا الفيديو القادم إن شاء الله.